مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. حنا اليوم متواجدين امام الجماعه الترابيه بسهول، واليوم عندنا لقاء مع رئيس الجماعه السيد محمد الحومر، وغادي تعرفوا من خلال هذا الحوار هذا على الصعوبات اللي تلقاها او اللي واجهته في تسيير الجماعه خلال فتره ديال الحجر الصحي، وكذلك غادي تعرفوا على القطاعات اللي استأنفت الاشغال ديالها والانشطه ديالها بعد تخفيف الحجر الصحي. خليكم معنا. واش حاسيتكم في التسيير ديال الاشغال ديالكم في فتره ديال الحجر الصحي؟ شكرا لهذا السؤال في الموضوع ديال الحجر الصحي في هذه الحاله ديال الوباء. هذا الوباء اللي هو يعني والحمد لله من عند الله، يعني وكان على صعيد العالم جمله المغرب، المغرب اللي كان حقيقة تصدي لهذا الوباء بجميع الوسائل البشرية والأليات وجميع ما اللي كان تصدي باش يكون ينجح ضد هذا الوباء. بالنسبة احنا كعملة جماعة سهول اللي تابعين العملة سلا، يعني الحمد لله كنا مجندين من ناحية العمالة، المجلس، السلطة المحلية، القائد والدرك والأعوان، كان كل شيء واقف وقفة ديال رجل واحد. احنا كجماعة كنا احنا درنا جميع الاحتياطات، لا بالنسبة للموظفين ولا بعض الزيارات اللي كانت لي بحال استعجال بعض المطاوعين، حنا كنا كنحاولوا ما كنغادروش، ولكن بواحد التنظيم وواحد الاحتياط، يعني المسائل الوسائل باش ما ننقصوش. وصلنا الحمد لله كنا غاديين بالنسبه لجماعه السود، ولكن يعني بالتغطيه ديال السلطه والسيد العام اللي كان ديما متبع هاتفيا المسائل كل شيء كيفاش الحالات اللي طرق والتصدي، كاينين الاليات والاعوان اللي كانوا مجهزين يعني بالالبسه ديالهم والاليات ديالهم، زياده لانه كانت بالنسبه لنا اله روبو اللي يوميا وليلا تصدي الجروب ديالهم، يعني بالنسبه اللي كيتواجدوا عندنا حنا واحد جوج ديال السجن، واحد وجوج اللي عندهم كثره ديالهم، يعني بالتعقيم وجميع النظافة وجميع الوسائل، المراكز والأسواق، وحتى شي وفاة اللي وقعات عادية حتى هي كيتمشي وتتعقم ديك البلاصة ديالها، وكيتكون المسائل يعني واقفين وقفة جدية ضد هاد الوباء. والحمد لله عاود الجماعة كانت بمساعدة مع السيد العمالة والسيد القائد، لأن الشاب اللي حتى هو كان ليل نهار مع القوة ديالو يعني واقفين ضد هاد الحالات، ويعني التحسيس للمواطنين مع الشوارع، مع أن جماعة السهول أكبر جماعة في الجهة لأنها فيها 400 كيلومتر مربع، وكانت هذه كلها كيبقى فيها تحسيس المدارس جميع الأماكن كتعقم وواقفين وقفة باش الحمد لله ما قدرش يقيسنا هذا الوباء بجهد الله، ما قاسناش لحد الان. اليوم الحمد لله حنا السهول سجلات بعدا ما عندهاش حتى شي وباء. بالنسبه للمساعدات ديال الناس اللي كانوا ما خدامينش في جماعه السهول وكذا، يعني الحمد لله كانت التغطيه ديال الدوله في الصندوق بالنسبه لراميد بالنسبه لغير راميد، وحتى الجماعة هنا كانت خصات واحد المبلغ بالنسبة للصندوق ديال الكوفيد واحد 200 ألف سنتيم، وخصات واحد المبلغ ديال 200 ألف سنتيم لمساعدة لشراء مواد غذائية اللي توزعات بواسطة السلطة على بعض المحتاجين والأرملات والأيتام اللي مهم. ويعني بقينا لحد الآن ما زلنا يعني متشدين في الاحتياطات اللازمه في هذا
هذا الموضوع ديال الحصر. بالنسبة للمواسم جماعة السوري هني كتحتفل كل سنة كاين ما بين 4-5 ديال المواسم، بما فيهم كاين المهرجان عرفات، كاين الهادي بالعيسى، كاين سيدي عبد العزيز، سيدي عزوز، سيدي يحيى، هادو كن إذا نسيت على شي حاجة أخرى، يعني بحال القبائل وعادة هادي اللي كيحتفلوا بها خيول الخيول ديالهم الفروسية. ولكن لحد الآن كان المهرجان تيوقع تيدار في شهر 5 اللي تيدار في العرجات، جا في الظرف ديال الوباء، يعني ما كاينش تفكير ديال انه هو ما يمكنلوش. التوصيات اللي كاينه ديال وزاره الداخليه بالنسبه للمواسم، بالنسبه للمهرجانات، اعراس وكذا، يعني عندنا توصيه من الداخليه هادشي ما غاديش يكون حتى يفرج الله. كاين كميه مبلغ في الميزانيه ديال البارود، يعني مع المراسله ديال الداخليه خصنا نخدموا في الميزانيه الا المبالغ اللي هي مستعجله وفي هادشي ديال الوباء وفي هاد المسائل، حيدنا داك المبلغ ديال البارود من الميزانيه الناس ديال العماله، يعني كيعمروا ما بين شهر 7 شهر 8 وقت العطلات المدرسه ومسائل، وبطلب من المواطنين والناس ديال الفروسيه هما اللي كيتقدموا الطلبات باش كنساعدوهم هنا وكيعمروا هاد يحتفلوا. ولكن انا على ما كيتبين ليا يعني في هاد الظروف وفي هاد الوقت والمواطن والفلاح لحد الان باقي كيشوف كيتسنى دابا تيضل يتسنى يعالجوا يتهز هاد الوباء اللي تهز هاد الوباء، يعني ونحسوا عاد غيكون عند بنادم واحد الجو ديال الانشطه وديال كذا. اما في هاد الاجواء حنا كنشوفوا هي كيفاش نحاربوا وكيفاش حنا اسواق اللي قلت لك اللي هي اسبوعيه اللي كيسمعش منها المواطن، الدوله راه اجتهدات ودارت مجهودات ديالها وقوانين ديالها وتنقل مدينه باش يعمر هاد السوق اللي فيه فوائد ودخل المواطن. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.